السلام عليكم. كلنا سمعنا بحرائق استراليا اللي قتلت اكثر من نصف مليار كائن حي، وشفنا الكوارث الطبيعيه اللي نتجت من الحرائق وكميه الدخان اللي صارت. فانا فكرت خارج الصندوق شوي. انا قلت في الحلقات الماضيه انه في تشوه في الجنوب على خريطه الارض المسطحه، حيث انه الجنوب عندهم ممدود، مثلا استراليا ممدوده بهذا الشكل، بينما هذا شكلها الاساسي. فإذا كان في تمدد للاطراف الجنوبيه، اذا المسافات في الجنوب مبالغ بها. فالفكره كالتالي: حسب الأرض المسطحة، هاي تشيلي وهاي استراليا، مسار طويل يتعدى 30,000 كيلومتر ويمر فوق كل الدول، لكن على الأرض الكروية المسافة قصيرة، أقل من 10,000 كيلومتر. فتشوف الأخبار كالتالي: دخان حرائق استراليا وصل تشيلي. متجاوزا الحدود الاسترالية، دخان الحرائق الضخمة التي تجتاح استراليا يصل إلى تشيلي والأرجنتين. نشوف المسار على الأرض المسطحة، مسار طويل يتعدى 30,000 كيلومتر ويمر فوق كل الدول، لكن على الأرض كروية وصول الدخان إشي منطقي. لكن ليش الخلل هذا صار على الأرض المسطحة؟ لأنه الجنوب ممدود عندهم، مثلا أنتاركتيكا هون جدار جليدي، لكن لما ترجعها لشكل الكروي كل المسافات في الجنوب تتقلص لتصير نقطة واحدة. لذلك لأنهم يمدوا المسافات في الجنوب عندهم تشيلي بعيدة عن استراليا، وهذا خطأ أثبت الدخان اللي وصل من استراليا لتشيلي. رح حط لك في الوصف كل الأخبار عن وصول الدخان من استراليا لتشيلي لتتأكد بنفسك.